يعني احنا يعني احنا اعتقد الاسبوع اللي فات كان 100 سنه على المنتخب مصر. صح. ما شفناش يعني للاسف ما شفناش فيلم تسجيلي عن منتخب مصر خلال ال 100 سنه اللي فاتوا. ما شفناش حاله توثيقيه دوكمنت كده معروض بشكل يقول للناس 100 سنه يا جماعه من منتخب مصر. يعني انت رد فعلك كنت متضايق، انت بتحب جدا الكلام دوت ومهتم بيه جدا، فرايك ان حتى ما عندناش الجزئيه دي حتى للاحتفال بمنتخب بمرور 100 سنه على منتخب مصر يعني. كابتن هاني، 100 سنه على منتخب مصر دي مش حاجه بسيطه. انا حتى في اليوم ده اللي هو يوم 28 اغسطس فوجئت انه الفيفا عامل ريبورت عن 100 سنه منتخب اسبانيا، مش عامل ريبورت عن 100 سنه على منتخب مصر، رغم ان هو نفس اليوم في نفس الدوره الاولمبيه كانت اول مباراه دوليه لمنتخب اسبانيا، اول مباراه دوليه لمنتخب مصر. يمكن ده له اسباب كتير، يعني منها ان احنا عندنا قصور شويه في التواصل مع الاعلام الاوروبي او الاعلام العالمي شويه، بنحاول ممكن نكون منغلقين على نفسنا محليا. لا ده حقيقي ده. او مش مقدرين كمان قيمه التاريخ بتاعنا برضو. يعني اعتقد ان احنا محتاجين نغير نظرتنا لفكره التاريخ والتوثيق زي ما حضرتك قلت، لانه انا 100 سنه منتخب مصر زي ما حضرتك قلت ممكن يتعمل فيلم تسجيلي عن 100 سنه منتخب مصر، ايه البطولات اللي احنا شاركنا فيها؟ ايه المباريات الكبيره اللي لعبناها؟ العلامات اللي في تاريخ المنتخب، النجوم اللي عدوا 100 مباراه دوليه، كام واحد في المباريات الكبرى، اول مباراه، اول فوز، اكبر نتيجه فوز لمنتخب مصر في تاريخه، الحاجات دي كلها المفروض يعني احنا اصلا نفتخر بيها وتبقى موجوده وطول الوقت. لكن طول للاسف الوقت ده ما شفتوش، مش موجود للاسف. وخلي بالك على الجانب الاخر بتلاقي الناس بتقدرك افضل، وتلاقي الناس انت يعني انا احترفت بره بتحس بتقدير الناس اكتر من مصر. الناس بره بتقدر مصر اكتر ما مصر بتقدر نفسها للاسف، او الناس الموجوده.